دعنا نساعدك على الحصول على طبيب عائلة في المدينة. للحصول على طبيب عائلة بإمكانك مراجعة كلية الأطباء والجراحين أو أكاديمية المقاطعة للطب. كما يمكنك الاتصال بالأطباء في الأحياء السكنية، لأن بعض هؤلاء الأطباء لا يسجلون أنفسهم لدى الأكاديمية. عند الشعور بالمرض يمكنك زيارة إحدى العيادات السكنية المسماة بالووكين كلينيك أو مركز الرعاية الموجود في مستشفى سنت جوزفز أو مركز برادلي الطبي في جنوب لندن. لا يملك المهاجرين الجدد بطاقة التأمين الصحي للثلاثة الأشهر الأولى، ولذا سيطلب منهم الدفع عند كل زيارة للطبيب أو المستشفى، ولذا يفضل شراءهم للتأمين الصحي خلال هذه الفترة. أما بالنسبة للمقدمين اللجوء فتتكفل الحكومة الفيدرالية بتكاليفهم الصحية مؤقتا. كما نحب أن ننوه بأنه بالنسبة لسكان المنطقة الشمالية الشرقية بالمدينة الذين لا يوجد لديهم طبيب عائلة، فإنه بإمكانهم الاتصال بمركز لندن إنتر كوميونيتي هيلث سنتر. مرحبا ريتشل، نحن في لندن كوميونيتي هيلث سنتر. معنا فريق من الأطباء الأخصائيين والنفسيين وكذا ممرضات وأخصائيين في التغذية. كما تقدم الوحدة الصحية التابعة لمدينة لندن ومقاطعة ميدلسكس عدد من الخدمات الطبية للأفراد والعائلات. مثلا إذا كنت من ذوي الدخل المحدود الذين يحتاجون الرعاية الصحية للأسنان، سوف تقوم الوحدة الصحية بمساعدتك في ذلك. لا تنسى الاستفسار قبل التسجيل عن التكاليف. كما تقدم الوحدة الصحية لمدينة لندن وميدلسكس عيادات التلقيح سواء المجانية أو غير المجانية. اتصل بالوحدة الصحية لمعرفة التكاليف وأوقات الدوام للعيادات. كما تقدم الوحدة الصحية عدد من العيادات الخاصة برعاية الأطفال والرضاعة من قبل الممرضة الصحية العامة في أماكن وساعات مختلفة من أيام الاثنين، الثلاثاء، الخميس، الجمعة، السبت، حيث تقوم الممرضات في هذه العيادات بمساعدة الأمهات الجدد على تعلم رضاعة أطفالهن، بالإضافة إلى تقديم الدعم العاطفي والمعنوي لهن. كما تقومنا أيضا بنشر التوعية حول تغذية وتنمية أو حتى تنشئة الطفل الرضيع في هذا المجتمع. جميع هذه الخدمات تقدم مجانا. إذا كنت تعاني من الخوف أو القلق أو الحزن أو أي آثار نفسية أخرى مما تشمل عليه حالة الاكتئاب ما بعد الولادة، يرجى الاتصال بالخط الأمل 519-672-4673 لتلقي المساعدة ومعلومات عن برامج الدعم المجانية. توجد العديد من المستشفيات في مدينة لندن. في حالة الأمراض الجسدية الطارئة فيمكنك الذهاب إلى أي مستشفى في المدينة سواء خلال الساعات النهار المبكرة أو ساعات الليل المتأخرة للحصول على العناية الطبية اللازمة. إذا كانت لديك حالة طارئة يرجى الاتصال على الرقم 911. يمكنك طلب الإطفاء أو الشرطة أو سيارة الإسعاف. قمنا بتسجيل جميع عناوين المستشفيات وأرقام الهواتف في نهاية هذا الفيلم. في كندا يبحث معظم أولياء الأمور عن البرامج والخدمات التي قد تجعل حياتهم أفضل، وهذا لا يعني أنهم أولياء أمور غير كفؤين، وإنما أولياء أمور يودون الاستمتاع بكل ما هو موفر لهم من برامج. هناك عدد من برامج الدعم الأسري المفيدة لجميع أفراد الأسرة في لندن، وسوف نسلط الضوء على بعض منها. مركز تشايلد ريتش هو مركز الطفولة المبكرة لمحافظة أونتاريو للمنطقة الشمالية الوسطى في مدينة لندن، ويعتبر أحد أهم المراكز التي تقوم بعملية التطوير المبكر للأطفال. ويقوم هذا المركز بعمل برامج خاصة للأطفال ما دون السادسة بهدف إلى تعليمهم عن طريق اللعب. كما يقيم هذا المركز حلقات عمل التي تساعد الأشخاص الذين يقدمون الرعاية المنزلية للأطفال وتمدهم المعلومات اللازمة لذلك. من أهم البرامج التي يقدمها هذا المركز برنامج التربية في ثقافتين المهاجرين الجدد. لمعرفة المزيد عن هذا البرنامج دعونا نستمع لمارك. هناك خمسة رسائل مهمة في برنامج التربية في ثقافتين. أولاً، التربية مهارة. بإمكاننا أن نربي أطفالنا بالاهتمام وعدم الحكم عليهم. ثانياً، تحدث مع طفلك بلغة الأم، حيث أثبتت الدراسات بأن الطفل يمكنه أن يتعلم بنجاح عندما يكون لديه معرفة قوية بلغة الأم. ثالثاً، استخدم أفضل ما هو موجود من معتقدات وقيم سواء في ثقافتك أو في ثقافة المجتمع الجديد، وذلك لرفع مستوى طفلك. رابعاً، تحدث إلى طفلك واستمع إليه، حيث أن التواصل يعد حجر الأساس لبناء علاقة جيدة معه. خامساً، لا تستخدم معه العقاب الجسدي، بل حاول مساعدته على تعلم السلوكيات المرغوبة. هذه هي الخمسة الرسائل المهمة في تربية طفلك في برنامج التربية في ثقافتين. Help your children learn desirable behavior and self-discipline. These are five key messages to raising children in
مراكز الطفولة المبكرة لمحافظة أونتاريا متواجدة في كافة أنحاء لندن، وتقدم بتوفير ورش عمل مجاني لأولياء الأمور في مختلف المواضيع. مثال على ذلك كيف تتحدث حتى يسمعك طفلك، أو ورشة عمل تربية الطفل بدون رفع الصوت. يعد ماري ماونت أحد هذه المراكز أيضاً، إلا أنه يتميز بتوفير رعاية ليلية للأطفال والقيام بالعديد من برامج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. للالتحاق بالرعاية الليلية يجب عليك الاتصال بالمركز أولاً. Families First Capsi تقدم ورش عمل أسبوعية للمتحدثات باللغة العربية في مركز الجوال جنوب لندن ومنطقة الويستمنستر. إذا أردت التسجيل لذلك اتصل بهم. تذكر أرقام التليفونات موجودة في نهاية هذا الفيلم. برنامج ماب دعم للأسر المتحدثة باللغة الإسبانية والتي لديها أطفال وشباب، ويقدم 4 مرات في الأسبوع في مواقع مختلفة. تقدم الوحدة الصحية العديد من البرامج الخاصة بالتربية للآباء والأمهات والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سن الصفر وحتى سن المراهقة. إذا كان طفلك من ذوي الاحتياجات الخاصة فيجب عليك طلب المساعدة المبكرة سواء للحصول على الفحص أو العلاج. ومن أهم المراكز التي يمكنك الاعتماد عليها مركز Thames Valley Children الذي يقوم بعلاج حالات التوحد ومعظم الإعاقات الجسدية أو العاهات اللغوية. مركز فانير يعالج المشاكل العاطفية والسلوكية لدى الأطفال، فإذا كان طفلك يعاني من هذا يجب الاتصال بهم لأخذ الموعد. مركز فانير هو مركز الصحة العقلية للأطفال، وهذا يعني أننا نعمل مع الأطفال الذين يعانون مشاكل سلوكية وعاطفية وعائلاتهم، ونعمل مع الأطفال إلى سن 14 من العمر والذين يقطنون في مدينة لندن ومقاطعة ميدلسكس. إذا كان عند طفلك مشكلة في النطق اتصل بمركز تايك توك والذي يساعد الطفل على علاج مشاكل التحدث. لننتقل الآن إلى برامج الدعم الاجتماعية، وهي تختلف عن برامج الدعم الأسري. برنامج نساء العالم هو إحدى هذه البرامج الدعم الاجتماعية، يمكنك الاتصال بهم للمزيد من المعلومات. من خلال هذا الفيلم تعرفنا مع العديد من الخدمات وكيفية استخدامها والحصول عليها سواء ما كان بمقابل مادي أو ما من دون، ورأينا كيف أنه من الضروري على القادم الجديد طرح الأسئلة لكي تسلل له معرفة واستخدام الخدمات المتوفرة، حيث أن المعرفة تقود إلى الإدراك، والإدراك يقود إلى الاشتراك، والاشتراك يقود إلى بناء حس بالانتماء إلى هذا المجتمع الجديد، وهو ما يساعدنا في عملية التأقلم. وبصفتي إحدى القادمات الجدد إلى كندا، فإنه يسعدني كثيراً أن أذكر بعض الفوائد والمزايا التي حصلت عليها من خلال مشاركتي واستخدامي لبعض الخدمات والأنشطة المذكورة سابقاً. تمكنت من تقليل الشعور بالوحدة وبناء الصداقات، خففت علي بعض من آثار الصدمة الثقافية، كما ساعدتني على تعلم المزيد من ثقافة هذا البلد، كما مهدت لي الطريق للاستقرار والتكيف، ساعدتني في الكشف عن أكثر من فرصة، كما ساعدتني المشاركة في تعلم النظام والحصول على وظيفة والاستقرار. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه الجولة. للحصول على نسخة يمكنكم الاتصال بمركز Child Reach، كما يمكنكم زيارة موقع Child Reach الإلكتروني لمشاهدته، وهو www.childreach.on.ca. شكرا لاستماعكم.